أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على منطقة الأمن السياسي في مدينة الرقة بعد معارك عنيفة مع أفراد داعش، وأسفرت الاشتباكات عن قتل 9 أفراد من داعش وتدمير عربة مفخخة والاستيلاء على كمية من الذخيرة والأسلحة، مع استمرار الاشتباكات في محيط حديقة البستان ضمن حي هشام بن عبد الملك. شنت طائرات قوات النظام السوري ضربات جوية على أماكن في منطقة الكشمة بريف دير الزور الغربي، ما تسبب في وقوع جرحى من بينهم أطفال ونساء. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات النظام ألقت مناشير على بلدة عندان بريف حلب الشمالي طالبت بتسليم السلاح. توقع قائد عملية نينوى أن تحقق القوات الأمنية انتصارا سهلا في المعركة القادمة لاستعادة قضاء طلعفر وتحريره من احتلال داعش. وقال لواء نجم الجبوري إن كل ما تبقى هو تلقي الأوامر من رئيس الوزراء حيدر العبادي لتنفيذ الهجوم. وتعد طلعفر ثاني معقل لداعش في محافظة نينوى، وتشير التقديرات إلى وجود 2000 إرهابي فيها يعانون الإجهاد وانخفاض الروح المعنوية بعد تحرير مدينة الموصل بالكامل. أعلن الجيش المصري أن قوات الجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية نجحت في استهداف أحد الأوكار التابعة للخلايا الإرهابية بوسط سيناء، وأن العملية أسفرت عن قتل إرهابي وتدمير عربة ودراجتين ناريتين، كما تم القبض على شخصين آخرين أحدهما بحوزته مبالغ مالية كانت في طريقها لدعم الخلايا الإرهابية. عقد مجلس منظمة الطيران المدنية الدولية الإيكاو جلسة استثنائية بناء على الشكوى المقدمة من قطر وفقا للمادة من الاتفاقية الطيران المدني الدولي التي تمنح الدول الأعضاء الحق ببحث أي مسألة تتعلق بالاتفاقية. وشاركت المملكة العربية السعودية بوفد يرأسه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وقدمت وفود كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ورقة عمل مشتركة تضمنت الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع مكتب الإيكاو الإقليمي بالقاهرة من أجل تعزيز السلامة الجوية فوق المياه الدولية بإقليم الشرق الأوسط، والتي تضمنت فتح 9 مسارات جوية إضافية لتخفيف الضغط على المسارات الحالية فوق المياه الدولية. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أنه مع اقتراب العام الدراسي الجديد فإن 4.5 مليون طفل في اليمن قد لا يتمكنون من العودة لمدارسهم. وأشارت المنظمة أن سبب عدم تمكين الطلاب من العودة للمدارس هو عدم صرف الرواتب للمعلمين منذ قرابة عام كامل. ختام الموجز، شكرا للمتابعة.